بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله سنشرع اليوم في الدرس السادس من مادة التربية الإسلامية لطلاب الصف السابع الأساسي بعنوان سورة قاف، الآيات الكريمة 12 إلى 22 من مشاهد يوم القيامة، الدرس رقم 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. صدق الله العظيم. المفردات والتراكيب. وأصحاب الأيكة، الأيكة أي الغابة ذات الشجر الكثيف، الغابة التي تكون فيها الشجر مترابط ببعضه البعض، أي متعلق ببعضه البعض، الشجر الكثيف الكثير. حبل الوريد هو العرق المتصل بالقلب، كناية عن أن الله سبحانه وتعالى قريب إليك أقرب ما يكون، ولا يوجد شيء أقرب إليك من الله سبحانه وتعالى. أفعينا أي هل عجزنا، ويسأل سؤال استفهام استنكاري، تمام؟ تحيل أي تفر وتهرب، تحيل تفر وتهرب. تفسير الآية أو الآيات الكريمة. تناولت الآيات الكريمة الموضوعات الآتية: 1. الاعتبار بمصير الأمم السابقة، أي أن نأخذهم عبرة، أن نأخذهم عظة، أن نأخذهم آية حتى لا نقع بما وقعوا به من الأخطاء. 2. تأكيد حقيقة البعث، أي أن الله سبحانه وتعالى سيبعثنا من قبورنا يوم نلقاه يوم القيامة إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن نكون آمنين مطمئنين في ذلك اليوم. 3. إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بالإنسان، أي أن الله سبحانه وتعالى عالم بك، قريب منك، يعلم ما توسوس بك نفسك، يعلم ما تبدي وما تعلن. 4. بعض مشاهد البعث، أي بعض الأمثلة على مشاهد البعث يوم القيامة، الخروج من القبور. 1. الاعتبار بمصير الأمم السابقة. ذكرت الآيات الكريمة بعضا من الأقوال السابقين مثل قوم نوح عليه السلام،
الذين جزاهم الله سبحانه وتعالى بالغرق عندما عصوا وأصروا على كفرهم وعنادهم، فأرسل الله سبحانه وتعالى إلى نوح عليه السلام أن يبني سفينة في الصحراء، فعندما أكمل بناء السفينة الله سبحانه وتعالى أرسل الماء من السماء وأخرج الماء من الأرض حتى أصبحت السفينة تسير على بحر، فنجى بها من نجى من أصحاب سيدنا نوح عليه السلام، وأما القوم الكافرون فقد غرقوا وذهبوا بالماء، وأصحاب الرس وعاد وثمود وغيرهم. وقد ذكرنا طبعا قصص هؤلاء الأقوام في الفصل الأول، أن عاد عندما كانت الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا هود إلى عاد، وأرسل سيدنا صالح إلى ثمود إلى غير ذلك، وهؤلاء جميعا كذبوا الرسل وأنكروا البعث، فكان جزاؤهم الهلاك في الدنيا والآخرة. فمنهم من أرسل الله سبحانه وتعالى إليه الريح الشديدة، ومنهم من أرسل الله سبحانه وتعالى له الرجفة حتى باتوا أمواتا غير أحياء معذبين عند الله سبحانه وتعالى بما فعلوا من الكفر والعناد. وحذر الله تعالى من أن مصير كل من منكر البعث سيكون مثل مصير هذه الأقوام. طبعا موضوعات الآية الكريمة الأربعة حفظا، تبين الآية الكريمة أن الله تعالى الذي خلق الإنسان أول مرة قادر على إعادة إحيائه بعد موته مرة أخرى، وفي ذلك تأكيد ما ورد في الآيات الكريمة من 6 إلى 11 تبين قدرة الله سبحانه وتعالى على بعث الناس من القبور. 3 إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بالإنسان، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان كما ذكرنا، ونحن ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أي كل شيء يدور في ذهنك في عقلك في صدرك في قلبك الله سبحانه وتعالى عالم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي أن الله سبحانه وتعالى هو أقرب شيء لك، لا يمكن أن يكون هناك شيء أقرب لك من الله سبحانه وتعالى، حتى ما يخفي في صدري من حديث النفس، فالله تعالى أقرب إلى الإنسان. فلذلك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يبعث الناس على ليس فقط على أفعالهم وأقوالهم الظاهرة أمام الناس، وإنما يبعثهم على نواياهم لأنه يعلم نوايا الناس. وقد وكل الله تعالى بالإنسان ملكين يكتبان أعماله فلا يتلفظان بلفظ أو يقوم بعمل إلا ويكتب ذلك في صحيفة أعماله، ملك على كتفه اليمين وملك على كتفه الشمال يكتبان أعمال الإنسان لتقدم إليه يوم الحساب. 4 بعض مشاهد البعث، تصور الآيات الكريمة من شدة الفزع من شدة هول الموقف من شدة رعب الموقف كيف يبعث الله سبحانه وتعالى الإنسان من القبور وهو يفر ويهرب من الموت وقد كان في غفلة عنه، فإذا مات وجاءت الساعة يبعث الله تعالى الخلائق جميعها، فيأتي الإنسان يوم القيامة ومعه ملك يسوقه وملك يشهد عليه، عند ذلك يوقن الإنسان بصدق البعث، وهذا المشهد العظيم يوقظ النفس، ولكن للأسف بعد فوات الأمان الأوان يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ويحرك القلب للاستعداد لمثل هذا اليوم. آخر شيء القيم المستفادة من الآيات الكريمة، استعشر مراقبة الله تعالى في أقوالي وأفعالي جميعها، أي أن الله سبحانه وتعالى عالم بما أقول وأفعل. 2 أؤمن بقدرة الله تعالى على البعث. 3 هي واجب، وإن أردت أن أكتب أنا شيء فسأكتب أن الله سبحانه وتعالى عالم بالنوايا وسيحاسب الإنسان على ما يبطن من نوايا حسنة أو سيئة يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.